أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من محافظة مطروح في جمهورية مصر العربية وبتوقيع أحد الأخوة المستمعين. يقول زايل يسأل ويقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. ويسأل فضيلتكم شيخ صالح شرح هذا الحديث الشريف وما هي الأعقاب بالذات، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأصل هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قوله أسبغ الوضوء هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إدراج من كلام الراوي، والذي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قوله ويل للأعقاب من النار. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا أعقابهم تلوح، يعني لم يصبها الماء، فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. والأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر الرجل، وذلك لأن المتوضي في الغالب يغفل عن مؤخر رجله وباطن قدمه، ويظن أن الماء ماء الوضوء يصل إليها، وقد لا يصل إليها إلا بتعهد ومتابعة من المتوضي. فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على التأكد من إيصال الماء إلى هذه المواطن، بواطن الأقدام وأعقاب الأرجل. والأمر بإسباغ الوضوء وارد في أحاديث غير هذا الحديث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسبغ الوضوء كما أمره الله. وإسباغ الوضوء معناه إتمامه وإكماله، بحيث لا يبقى شيء من الأعضاء المأمور بغسلها إلا وقد وصل إليه الماء وتبلغ بالماء، فإن بقي شيء من العضو لم يصل إليه الماء وإن قل، فإن الوضوء لا يتم ولا يصح. قد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. نعم.